اللي مصدرها اي سي هي نسميها source transformation. Source transformation is the process of replacing voltage source VS in series with a resistor R by a current source IS in parallel with resistor R. يعني أني راح أحول مصدر فولتية معنى ممانعة أو مقاومة على التوالي إلى مصدر تيار مع ممانعة على التوازي. هذا نسميه source transformation. ما راح يكون هذا المصدر الفولتية مع ممانعة على التوالي إلى مصدر تيار وممانعة على التوازي أو العكس. زين. Source transformation requires the following relationship. يتطلب المعادلات الآتية. لازم أعرف إنه قيمة الـ V source اللي أحتاجه اللي راح أسوي transformation هي عبارة عن Z source في I source. كنتيجة الـ I source هو الـ V source عن Z source. زين. شلون راح نوظف هذا الكلام بالحل مالتنا؟ أول شيء خلينا نطلع على شكل الدوائر. أنا عندي هنا عندي مصدر source transformation ويا ممانعة source transformation اللي راح نشوف بنتيجة تبسيط دائرة معينة عشان أحصلها. تكون قيمتها هي Z source في I source، هذه كقيمة هنا. بالتحويل تبغى أخلي مصدر تيار ويا ممانعة على التوازي، نفس هاي الممانعة على التوازي. قيمة مصدر التيار هذا هو V source على Z source. زين، راح ناخذ مثال نوضح به هذه source transformation.